لأنه 30 سنة 4 أيام في الأسبوع عمل فقط، ده قانون لسه بيناقشوه في بريطانيا، اللي هما يخلوا ساعات العمل 32 ساعة في الأسبوع، يعني 4 أيام عمل 4 أيام شغل. ده قانون جديد بيناقشوه في بريطانيا، 32 ساعة عمل يعني 4 أيام شغل في الأسبوع، ده يعتبر تقريبا هيتطبق من سنة 2023، بداية 2023 في بريطانيا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.